عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على سلامة يا ست البنات نورتي بيتك ومطرحك ميرسي انا جبت لك بقى شوية حاجات تملي بيهم التلاجة ولو احتجت اي حاجة او ناقصك اي حاجة ضروري كلميني ومن عينيا ميرسي يا عم شربي عم عازبك معي تأمريني بحاجة تانية؟ خلي هاي معاك لا كده ما تزعلنيش بقى أنا مثل بنتك رح يكون في كتير شغل بيناتنا يا رب يخليك أنا تحت أمرك في أي وقت يا بنتي إذا بدك تروح هلأ لحتى ترتاح وإذا بدي شي بجا بحكيك ربنا يريح بالك ويصلح حالك نورت بيتك ومطرحك Thank you.
ستنايا شطفت الجنين ونشفت المي وحطيت الصحاحير على جنب، بتريدي مني شيء قبل ما اروح؟ وهيك بدك تطلعي من عندي؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك. يعني هيك لك تراب وبندوره و... معك حق يا ستنايا، بس ما ضربت هالحساب، امري لله. بس انا ضربت هالحساب. روح افتحي هداك الكيس اللي هونيك. وين؟ هونيك بالاوضه. شو هول؟ هول تيب لإلك. لإلي أنا؟ يلا غيري هالتيب المجويين. بدك ياني البسهم هلا؟ لكن بكرة. يسلموا إيديك يا ستنايا، الله يفتحها بوجهي ويرد عنك الضربات، الله يرزقك. دعيلي أم عبود، دعيلي. وبتعرفي ياسي كمان؟ شو بسرعة غيرتيهم؟ من فرحتي يا ستنايا من فرحتي. أيون أحسن، هول ولا هولي تلتين؟ هول بدي كبهم بالزبالة. شو تكبيهم؟ هول التيب تتركيهم هول حتى تبقى تشتغلي فيهم، ولا بدك تبهدلي تيبك الجديد؟ بس ايه كتير وسخين يا ستنايا. طب ما غسليهم وتشيليهم بالجنينة. ايه مزبوط، كيف ما خطرت عبالي هالفكرة؟ أنا رح أطلع أتحمم، غسيل الإيدين ما بيكفي. حاسس حالي قرفان من كل شيء. نايا ديري بالك، زوجك طلب مني دله على طبيب نفساني حتى يستشيره بحالتك. دليته واعتبرت انه صدق الكذبة يلي متفقين عليها انا وياكي واللي هي احتمال انتحارك، بس طلع بده يستعمل هالحجة لاشياء مأزية. اشياء مأزية؟ تصوري تظاهر قدام الحكيم انه هو المريض وطلب يوصف له دواء حتى يساعده على النوم، ووصف له دواء قوي كثير. أنا خايفة هالدواء يكون لإلك يا نايا. الحكيم بيكون صديقي وهو يلي نبهني. يبدو إنه شك إنه عاصم عم يكذب بشي، فانتبهي. شو هو هالدواء؟ رح أوصف لك شكله. الدواء عبارة عن ما له اسم؟ مش مهم شو اسمه لأنه أكيد حيشيله من علبته. المهم تميزيه عن بقوة أدويتك نايا. ما في شي محرز تعصب كرمالي، عملت لك عصير لحتى تروق أعصابك. لما بتكوني رايقة بحس كل مشاكل العالم تنحل. في أحلى منك لما بتكوني رايقة. اشرب حبيبي.
ما بعرف ليه حاسه حالي هالقد ناسيني. اليوم تعبت كتير ولازم ترتاح. غمرني غمرني لحتى نام تحس بالأمان. أنا ما رح أتركك، رح أضل جنبك كل العمر. Thank you.
ايه ساعة اول ما تردي؟ استاذ كريم كنت عم دور على التليفون. ده انت ساكنة في شقة، وما لو كنت ساكنة في فيلا ما كنتيش هتردي ولا ايه؟ هالشقة بالنسبة لي احلى من احلى قصر. طيب خلينا في المهم، انت النهاردة بالليل عندك عشاء مع باقي زمايلك في الشركة. قصدك حفل تعارف؟ لا مش لدرجة حفل التعارف، هو مجرد عشاء تقعدوا مع بعض يحصل تبادل في الافكار والخبرات. بس انا ما عندي خبرة. انا عارف ان انت ما عندكيش خبرة، كل اللي انا عايزه منك انك تطرحي افكارك المجنونة وهم هيساعدوك بخبراتهم. اوكي اذا هيك حضرتك رح تكون انت مالك؟ معتذر. قوليلي عم شلبي اديلك تليفون بالخط المصري الجديد ولا لسه؟ ما طلبته منه. لا انت المفروض مش تطلبي منه، هو المفروض يديهولك من نفسه. حاضر. العشاء اي ساعة رح الو قال انا مجنونة. ايه بتطلع 60 مجنون. في اخبار؟ يعني معناته بعد في امل. بحكم شغلي بالبحر والاخبار يلي كنت اسمعها على كل شط وبكل مينا، في كتير ناس اختفوا رجعوا ظهروا مطرح تاني. دل هلأ اختفي اختارت المكان اللي ما منه عشاء. تعرف انه لعبة خطرة ورغم هيك ابدا كيف قدرت تلعبها؟ متهيألي حضرتك دي أول مرة تيجي فيها مصر. أول مرة بس حسي كأنه عايشة فيها فوق العشر سنين. تعرف شعور كتير غريب، إذا بمشي بشوارعها يمكن ما بضيع. تضيع فين؟ دي مصر أم الدنيا، وأي حتة تحبي سعادتك تروحيها أنا تحت أمرك. الهرم، الحسين، الزمالك، الوراق، إمبابة، شبرا، أي حتة. ميرسي يا عم شلبي كلك ذوق. خلي بالك المستر كريم موصيني عليكي قوي. انا ما اقدرش ارفض له اي طلب، وبعدين ده زي ابني بالظبط وافضاله مغرقاني. مبين عليه كريم بكل تصرفاته. المستر كريم ده اسم على مسمى، اسم وصفه، ده انقذني وانقذ عيالي من الضياع. انا كنت هتبهدل انا وعيالي بعد ما ضاع شقه عمري كله في شربه ميه. امال انا كان عندي عربيه نص نقل. نص نقل؟ عربية شحن صغيرة يعني. فهمين عليك عمو كفي. بعيد عنك دخلت فيها عربية تريلا كبيرة دشدشتها، والسواق بتاع التريلا هرب، معرفتش اخد منه لحق ولا باطل، والعربية بقت خردة. ربنا بعتلي المستر كريم زي ما يكون ملاك وهبط عليا من السماء وشغلني عنده سواق في الشركة على العربية المحترمة دي. أصل أنا معرفش أشتغل شغلانة تانية. معك حق أم شلبي، ليك الصدفة أنا كمان كان عندي ببيروت عربية نص نقل. لا والله، واتدشدشت برضو؟ لا لسه عروسة. يبقى سبتيها في لبنان؟ سبتها مع إنسان طيب مثل حضرتك. هلا باز. عامل الحال؟ عامل. شو ناوي تعمل إذا ما قدرت أمن بنزين لسيارتك؟ شو بدي أعمل يعني؟ رح صفها قدام البيت وعم بتفرج عليها. وهالفواكه والخضرة وين بتروح فيهم؟ بدي
بتركهم يتبلوا بقعد اتفرج عليهم. يا عم سرحان هيدا ارضك، يعني تعبك وعمرك كله، ما بقعد اسمعك عم تحكي هالحكي. شو طالع بالايد يا بنت؟ يمكن انا عندي حل لمشكلتك. والله ساعتك انت خيرك، بس بدك توعدني بالاول انه هيدا الموضوع بضل سر بيني وبينك. الله وحده اللي بيعلم بالسر. بدي اشتري السياره. اشتري سيارتي ليش؟ ورح اتدلى معك وانا بتكفل بمصروفك. لا يا بنتي لا، فهمتيني غلط. انا اذا عم اشكي لك همي مش معناتها اني عم بشحن. لا يا عم سرحان، انت اللي فهمتني غلط. انا فعلا بحاجه لهالسياره. انت بحاجه لسيارتي؟ ليش يا بنتي؟ ما فيني اقول لك، بس انا فعلا بحاجتها. كل شيء بدي منك اياه تعملي نسخه على المفاتيح واستعملها لما عوزها، وبوعدك انه مصروفها رح يبقى علي لبعد ما اموت. لا يا بنتي بعيد الشر عنك، لا عم تحكي هيك بعد باول عمري. ما حدا بيعرف شو الله كتب له يا عم سرحان. الله معك. اكيد ما بنزلنا يا طارق. اهلين نهى سليم. ازيك؟ تشرفنا. احنا اللي تشرفنا. هذا كده عقل يا حبيبي. لا اذا عقل بيرفضوا استاذ كريم. عندك حق، ما هو شغال شغل مجانين. اتفضلي. استاذ كريم كلمنا عنك كتير قوي وعن مشاريعك كمان، قال انها تستحق الدراسه. بصراحه ما كنتش عارفه هو قصده ايه بالظبط، اصلي بصيت عليها كده وما لقيتش فيها اي حاجه جديده. اوعي تكوني بتزعلي. بدك تسألي لإله شو بيقصد، أما إنك ما شفتي شي جديد فهيدا إله علاقة بزاوية النظر عندك، يعني يمكن إذا غيرت الزاوية بتشوفي بطريقة جديدة. يا سلام، والله عندك حق، الزاوية أهم حاجة، تغيير الزاوية. على كل حال أنا شايف إن الموضوع مسألة وجهات نظر، يعني الستايل ممكن يعجبني، ممكن ما يعجبش سليم مثلا، والعكس صحيح، مش كده؟ لا العكس مش صحيح، الستايل اللي يعجبني بيعجب كل الناس وما يختلفش على الاتنين، ولا أنا غلطان؟ سليم مش عايزين تهريج، كفايه كده، نتكلم جد بقى شويه في الشغل. لا ما احنا نتكلم في الشغل ازاي؟ انسه نايا شكلها ما بتقبلش النقد خالص، هنعمل ايه بقى؟ في فرق بين انك تنتقدي او تسخفي جهود وتعب حدا تاني، خاصه اذا عم بيكون التقييم من طرف واحد. انا بالنسبه لي ما عندي فكره عن شغلك ولا شفت لك شيء من قبل لحتى احكم عليكي. نهى من اكفأ المهندسات اللي عندها في الشركه، وهيجي الوقت المناسب تتعرفي فيه على شغلها. وبعدين يا جماعه احنا هنا مش عشان نحكم على بعض، بالعكس اعتقد ان احنا هنا عشان نتعرف على بعض، دي اصلا تقاليد الشركه. مظبوط، مستر كريم بيحب الشغل تيم ورك، ويحب ان كله يبقى عنده روح واحده، ولازم يبقى في انسجام عالي جدا بين اعضاء الفريق. عظيم، ما حدا قال غير هيك. بس اذا كل حدا منا بده يفكر انه هو الراس، ما رح نتفق لهلا ولا بعدين. ايه مش هنقوم نتعشى بقى ولا ايه؟ يلا يلا اتفضلي. يلا يا نهى. الو. طمنيني، اللقاء كان مفيد النهارده؟ استاذ ممكن اعرف ليه حضرتك يعني جمعتني مع ناس مستفزين؟ شبيت فاضي ولا ايه؟ انا لا الي ولا علي، بس دموزان نهى من وقت ما شفتني حسستني كان طلع لعفريت. هايل، كملي وبعدين. شو هايل وشو بعدين؟ يعني انا حسيت حالي شخص غير مرغوب فيه. عظيم، هو ده الكلام. ايوه كده، عايزكم تكرهوا بعض، تحقدوا على بعض، هو ده التحدي. ايه هلا هيدا هو مفهومك عن العمل ضمن الفريق؟ يا مجنونة، انت النهاردة كنت في اجتماع مع ألمع ثلاث مهندسين عندي في الشركة، انت عايزة ايه تاني؟ يعني انا لا بقدم ولا بأخر. ازاي بقى؟ امال مين اللي هيحرك البركان الخامد؟ بركان خامد؟ طبعا البركان الخامد. يا استاذ كريم ممكن بس تفسر لي انا شو وظيفتي بهالشركة؟ مش على لتية. عفوا؟ اسمعيني كويس هنايا، الشركة في الفترة دي محتاجة افكار جديدة عشان اقدر انافس الشركات التانية. انا محتاج قنبلة موقوتة،
عصير تسونامي، أسلحة دمار شامل، انفجارات بركانية. فهماني ولا مش فهماني؟ هلا هو الكلون أنا بدي أعملون؟ المجنون يعمل أي حاجة. مظبوط، المجنون بيعمل كل شيء. بالظبط. مجنونة مجنونة، طب ليه ما قالت لي؟ ليه ما خبرتني كيف فيني ساعدها؟ كيف فينا نقعد نفكر بالانتحار؟ لا، طلعت الدكتورة حزرته لعاصم من هيك خطوة وخبرنا. ولو خبركم شو يعني؟ شو كنت فيكي تعملي أنت أو ليلي؟ ما جوزها كان فارضة لا حصار، ما حدا منا قادر يخرقوا، فهموا؟ قلن هالحكي. أصلاً مش عاصم لوحده هو المسؤول. دكتورة تبعنا هي أكبر مسؤولة، وخصوصي كل هالوقت كنت عم تعرف بجرايم ولا عاصم عم بتستر عليهم. شو بنا ليلى؟ كنا بعاصم صرنا دكتورة نايا، في مجال نهدى شوي؟ مش رح أهدى لبخليها تدفع الثمن. رح أحكي نقابتها خليه يسحبوا شهادتها منها ويمنعوها تمارس مهنتها، ومش بس هيك، بده أحطها بالحبس كمان. بس تتأكد إنه صديقتك صارت بعداد الأموات، عملي اللي بدك إياه. بليز فارس ما تقول هالكلمة. شو بدك أقول يعني؟ بعداد المفقودين؟ هيك ترتاحي نفسيا سامية؟ أنا بتأسف على اللي صار معك. شكرا. فادي تأثر كتير وحب يوقف حدك بعزيك. وأنا جاهز لأي مساعدة. بعرف. الو الو فادي، الو عم تسمعني؟ الو الهيئة ما في ارسال، يمكن برا يكون احسن. بتخيل الاستاذ عاصم تعبان ولازم تخليه يرتاح بالاذن. الو فادي؟ الو نايا؟ يا عمي انت مجنونة؟ ست كتير سمعتها الجملة اليوم. لما اتصلت كنت واقف حد عاصم. عاصم؟ شو الأخبار؟ أخبار انه عاصم بحالة يوصلها وكله ناطرين نتائج البحث عنك. بعدهم عم دوروا علي؟ طبعا اكيد، حسب ما فهمت انه الامور بتاخد شوية وقت لتبين انه انت ميتة. يعني انا هلأ شو؟ انت بنظرهم هلا مفقوده. حدا نحس على شيء؟ ما انت بينت بنظرهم انه ما بتعرفي تسبحي، يعني ايه؟ انت غرقتي. بس اني هلا كلهم تحت الصدمه، والشغله الوحيده يلي بفكرهم انه انت انتحرتي. هذا المطلوب لحد هلا، لطالما انه ما بين العكس. نايا لازم تنتبه منيح ما حدا يشوفك. بس هن مصدقين انه انا انتحرت. ليش انا اللي عملته مش انتحار؟ ما هو الانتحار بحد ذاته. نايا انا بدي سكر، خلينا على اتصال وانتبهي. انتبهي كثير على حالك. Thank you.
انت رجعتي؟ ايه حبيبي رجعت. انت جبتها لي يا مين؟ يعني انت ناقصك موظفين جداد عشان تجيب ناس جديدة؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ حلوة مش كده؟ لا انت اكيد شارب حاجة. مش بس حلوة، دي حلوة وذكية وطموحة، عارفة هي بتعمل ايه بالظبط، لعبتها مظبوط يعني. لا انت اكيد شارب حاجة. عرفتها امتى؟ يعني حوالي الساعة 7:15. كريم ما تهزرش، ما تغيرش الموضوع. أنا عايز أعرف هي لحقت امتى أصلا تغير فيك كل ده؟ أنت كنت بتكلمني 3-4 مرات في اليوم، لكن لما الهانم وصلت ما بقتش تكلمني ولا حتى مرة واحدة. ولما بكلمك ما بتردش على التليفون. نوع أنت طالب. معقولة؟ أنت كل حاجة عندك هزار كده؟ مفيش ولا أي حاجة جد؟ اعمل لك ايه بس يا دوان؟ ما انت برضه جرى لعقلك حاجه يعني، ما انت عارفه كويس قوي، انا بحب المجانين، ما بحبش الهبل. وبعدين ما ينفعش يعني جالي نص الليل وعامله لي فيها امينه رزق. بصراحه بقى تمثيلك بايخ. انت عارف كويس قوي انا ما بمثلش يا كريم. انا بحبك بجد. من امتى؟ من امتى؟ من 3 سنين. اول ما ابتديت اشتغل عندك. مش بقول لك توظفتي عندي من امتى؟ انت من امتى بتلبسي كده؟ ايه يعني مش فاهمه مال لبسي؟ يا بت انا عايزك تغيري من تفكيرها مش من رجليها. يعني انت عايز تفهمني دلوقتي ان انت بتغير عليا؟ بتختش يا بت، انا يا دوب صاحب الشركه اللي بتاكلكوا عيش. امال ليه يا كريم كنت بتحسسني انك بتحبني؟
ليه كنت بتحسسني انك بتخاف عليا؟ انا بحبكم كلكم زي ولاد اختي بالظبط، انتوا اللي بتفهموا غلط. اي خدمه ساعتك بيه؟ اعمل قهوه للهانم. حاضر يا فندم. لا ميرسي، انا مش عايزه اشرب قهوه، عايزه امشي. طبعا لازم لازم طبعا تمشي عشان تنامي بدري وتصحي للشركه، عشان عايزه قهوه خليه يعمل لك قهوه. تمر باي حاجه تانية يا سعادتك؟ شكرا يا عم بدري. طب حضرتك لو عاوزت حاجه صحيني تصبح على خير. وانت من اهل الخير. شو خير مبين كأنك عم بتضب الشنطة؟ يعني ما بقى لي عازم. ما فهمت شو يعني؟ موسم الصيد خلص. شايف شو هالزلمة الانتهازي أنا؟ ومين اللي خبرك إنه موسم الصيد خلص؟ كابتن بتخيل بعد كل اللي صار ما في لزوم بقى نتصيد ولا لا؟ قول من هيدي الناحية معك حق. حتى أنا فقدت الرغبة بكل شيء. البحر ما عاد يعني لي شيء. أصلاً ما عاد عندي شيء مهم. بس أنت، أنت بعدك شاب والحياة قدامك، روح روح عيش قد ما فيك وانبسط. اف شو هالجرعة الأمل هيدي حبيت. إذا أنا كنت عم عيش حالة يأس وعجز مش معناتها ما فيي أعطي حدا غيري جرعة هالأمل. كابتن هيدي جرعة الأمل خليها لإلك، أنا ماني بحاجة لإلها قدك. ليش؟ أنا الحياة صارت وراي خلص، بس أنت الحياة بعدها قدامك. بالعكس، إذا أنت الحياة صارت وراك مين بعد بيستاهل يعيشها؟ حبيت عم ترد لي إياها، يعني مرة مني مرة منك تعطيني معنويات. مش مزبوط كابتن، كان صار لي فترة عبالي إلها كتير قصص بس ما قدرت أقولهم. أنا بتمنى أن يكون مثلك. مثلي؟ مثلك زلمة حر عايش على رواق، سيد البحر والسما والبر. ما عم بقدر أفهم ليش كل هالسنين ما قدرت أحبك نايا. نايا؟ ما كان اسمها نايا؟ بلا كان اسمها نايا، بس ليه خطرت هالفكرة على راسك هلأ؟ يمكن لأنك خبرتني قصتها وتأثرت كتير بهالخبرية. بنت صغيرة تعذبت بحياتها ولما كبرت كمان. بتخيل لو كنت أنت بحياتها يمكن ما كان صار معها اللي صار. عم تحكي عنها مثل كأنك بتعرفها. لا كابتن، بس في كتير ناس بتعرفهم ولما بتشوفهم بتحس حالك ما بتعرفهم، والعكس صحيح، في ناس ما بتبقى بتعرفهم بس تتعرف عليهم بتحبهم بتعشقهم. فادي انت مش على طبيعتك، في شيء مكركبك. ما يكون من التليفون. اي تليفون؟ التليفون اللي كنت عم تحكي فيه امبارح وطولت. انا بالاول انبسطت لك، بس بعدين اكتشفت انك ملبك ومحتار، بقى خيب املي بهالتليفون. كرمال هيك قلت لك عيش حياتك وانبسط فيها لاخر لحظه، وعن جد اعتبر هذا الكلام هو جرعه امل. اذا كنت عم بتضب الشنطه حتى تروح لعندها، فانا بس بهالحاله بسمح لك تروح. فهدي اوعى تضيع الفرصه. واذا كنت حابب تكون مثلي فبهيدي القصه بالذات اوعى تكون.